صوت الاتحاد، قالوا الاتحاد عنده جمهور، قلت هو بالكرة مهبول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على هذه الأداة والتي من خلالها يمكنك مشاهدة القنوات التلفزية على هاتفك الأندرويد بدون أنترنت. نعم أخي الكريم، بدون أنترنت. إذن في البداية دعونا نتعرف على هذه الأداة، ثم في الأخير نتعرف على الميزات التي تأتي بها. إذن كما تلاحظون إخواني الكرام، هذه الأداة التي توصلت بها مع الإكسسوارات الخاصة بها. إذن كما تلاحظ هذه الإكسسوارات تأتي مع هذه الأداة، بحيث يمكنك ربط هذه الأداة بشكل مباشر مع الهاتف بهذه الطريقة، أو يمكنك ربطها باستخدام هذا الأدابتر، لكن هذا الأدابتر خاص بالهواتف التي تحتوي على منفذ قديم. إذن لا نحتاج هذه، بل نحتاج إلى هذا المنفذ. إذن ما نحتاجه هو هذا المنفذ، بحيث إما يمكنك ربطها بشكل مباشر مع الهاتف أو باستخدام كابل OTG، منفذ OTG هذا، ثم تقوم بربطها هكذا. إذن هذا الأدابتر سيحمي منفذ الهاتف وأيضا سيحمي هذه الأداة. يأتي مع هذه الأداة هذه الأنتينة عادية. بدون هذه الأنتينة لا يمكنك مشاهدة القنوات باستخدام هذه الأداة. إذن ضروري أن تكون هذه الأنتينة مع هذه الأداة. إذن يمكنك تركيب هذه الأنتينة مع الأداة بهذا الشكل، ثم تقوم بتركيبها مع الهاتف هكذا، بحيث يمكنك مشاهدة القنوات باستخدام هذه الأنتينة بدون مشاكل. يمكنك أيضا استخدام هذه الأنتينة والتي تعتبر الأفضل. إذن هذه الأنتينة أفضل من هذه من حيث استقطاب القنوات. يمكنك تركيب هذه الأنتينة مع هاتفك بهذا الشكل أيضا، بحيث هذا الأدابتر الخاص بالأنتينة ستجده بهذا الشكل. يمكنك تركيبه هكذا مع الأنتينة، ثم تقوم بتركيبه مع الأداة هكذا. إذن بهذا الشكل يمكنك مشاهدة القنوات باستخدام هذه الأنتينة. هذه الأنتينة تتوفر هنا على مغناطيس، بحيث يمكنك تثبيت هذه الأنتينة على طبقة معدنية تلتصق مع المغناطيس، ثم تقوم بمشاهدة التلفاز بدون مشاكل. إذن بعد أن تعرفنا على الأكسسوارات وطريقة تركيب هذه الأداة مع الهاتف، نمر الآن إلى كيفية تشغيل الأداة مع الهاتف وأيضا كيفية عمل سكان للقنوات. إذن قبل أن تقوم بتركيب هذه الأداة مع هاتفك، يجب أن تعلم شيئا واحد. هذه الأداة تعمل مع جميع هواتف الأندرويد بنسخة 5.0، أي أندرويد 5 فما فوق. إذن جميع الهواتف التي تحتوي على إصدار أندرويد 5 فما فوق فهي تعمل معها بشكل جيد. أندرويد لوليبوب، أندرويد مارشميلو، أوريو، جميع هذه الإصدارات ستعمل معها مهما كان نوع هاتفك، سواء كان سامسونج، أوبو، أنفينيكس، أي ستعمل مع مختلف الهواتف التي تعمل بإصدار الأندرويد لوليبوب 5 فما فوق. إذن قبل أن تقوم بتركيب هذه الأداة على هاتفك، يجب أن تقوم بتحميل هذا التطبيق، تطبيق iDit TV. هذا التطبيق غير متوفر في متجر جوجل بلاي، لكن يمكنك تحميله من الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو. إذن بعد تحميل هذا التطبيق يمكنك تشغيله بهذا الشكل، ثم تقوم بتركيب هذه الأداة مع الهاتف. إذن ستظهر لك هذه الرسالة والتي تخبرك بأنه يمكنك السماح للهاتف بتشغيل هذا التطبيق، ثم تضغط على أوكي. إذن ما سنقوم به الآن هو تركيب الأنتينة، والذي سيساعدنا على البحث عن القنوات. سنضعه جانبا. في أول خطوة نضغط على Settings. إذن بعد أن قمت بالضغط على Settings تتوجه إلى Scan Channel، ثم تضغط على Scan. إذن يمكنك اختيار الدولة التي تقيم فيها أو لا يهم. إذن ثم نقوم بالضغط على Scan. ننتظر قليلا ريثما يتم البحث عن القنوات التي سيتم التقاطها. إذن بعد أن تم البحث عن هذه القنوات ستلاحظ تم إيجاد 9 قنوات، ثم نضغط على Done. بعد ذلك نتوجه إلى Live TV. إذن كما تلاحظ هذه القنوات التي تم التقاطها. إذن هذه القنوات طبعا ليست بالقنوات الفضائية، بحيث لا يمكنك استخدام هذه الأنتينة من أجل التقاط القنوات الفضائية. إذن هذا أمر غير منطقي. هذه القنوات هي قنوات TNT، أي القنوات البث الرقمي الأرضي. إذن هذه القنوات يتم التقاطها في المغرب. سنقوم باختيار هذه القناة مثلا، ثم نقوم بتشغيلها. إذن كما تلاحظ هذه القناة الرياضية،
والتي تبث العديد من المباريات المهمة. قناة السادسة قناة ميدي أن تي في. باستخدام هذه الأداة فقط يمكنني تشغيل القنوات الأرضية TNT بجودة عالية بدون تقطعات. كما تلاحظ حتى لو قمت بتحريك الأنطينة لا توجد تقطعات أثناء البث. إذن هذه القنوات يمكنك شاهدتها بجودة عالية وبدون تقطعات. إذن كما شاهدت معنا أخي الكريم يمكنك مشاهدة هذه القنوات على هاتفك في أي مكان وبدون أنترنت. إذا كنت ترغب بشراء مثل هذه القطعة فسأترك لك في الوصف مجموعة من الروابط الخاصة بشرائها من مجموعة من المتاجر الإلكترونية. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم والتي نتمنى أن تكون مفيدة لكم. إذن إخواني الكرام لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.